بعد أن وثق ضلوع الإمارات بجرائم إرهابية في عدن، هل ستدان أبو ظبي بكل جرائمها؟ أم أنه سيتم شرعنة هذه الاغتيالات وتوصل الجريمة؟ الملف الأسود للإمارات في اليمن، قتلة وشهود وضحايا بلا إنصاف. أهلا بكم. أثار التقرير الذي أصدره موقع بازفيد الأمريكي صدى واسعا في الأوساط المحلية والدولية. التقرير الذي وثق ضلوع الإمارات برعاية عمليات إرهابية في اليمن وتنفيذ مخطط اغتيالات واسع في عدن، كشف المستور عن علامات الاستفهام التي كانت ترتسم بعد تنفيذ كل عملية اغتيال في عدن. ومنذ ديسمبر 2018 وحتى اليوم تم اغتيال ما يقارب 100 شخصية من الناشطين السياسيين من حزب الإصلاح وجماعات سلفية أخرى، معظمهم من الخطباء والدعاة وأصحاب الرأي. وخلال الأشهر الماضية انتشرت عشرات الفيديوهات التي توثق عمليات الاغتيالات في عدن، والتي تظهر مدى الاطمئنان والسهولة الذي يتمتع بها القتلة وهم ينفذون عملياتهم. فهل تم كشف اللغز تماما؟ الإمارات في اليمن مشاريع إرهابية تحت غطاء شرعية الرئيس هادي. في 16 من أكتوبر الجاري أطلق موقع بازفيد الأمريكي تقريرا حول تعاقد الإمارات مع شركة سبير أوبريشنز جروب لملكها الإسرائيلي إبراهام جولان، بهدف تنفيذ برنامج اغتيالات في عدن لشخصيات سياسية ينتمي معظمها لحزب الإصلاح. التقرير أورد شهادات لرئيس الشركة جولان ومساعده جيلمور، اللذين أظهر فيديو مصور مشاركتهما في محاولة اغتيال النائب الإصلاحي إنصاف مايو في عدن أواخر ديسمبر 2015. في مارس 2015 دخلت الإمارات لليمن تحت غطاء التحالف العسكري الذي قادته السعودية لدعم الحكومة الشرعية في مواجهة انقلاب ميليشيا الحوثي وحليفها صالح. ومنذ تحرير عدن والمحافظات المجاورة لها في يوليو 2015 من الميليشيا، عمدت أبو ظبي إلى إحكام السيطرة على مفاصل الدولة وسيطرت على الأمن والمرافق الحيوية، وعملت على إنشاء ميليشيات عسكرية موالية لها على حساب إضعاف الجيش التابع للحكومة. استخدام الإمارات لشركات اغتيالات دولية ليس بالأمر الجديد، ففي ديسمبر من العام 2015 نشر موقع ميدل إيست آي البريطاني تقريراً حول تجنيد الإمارات لمرتزقة كولومبيين وضباط متقاعدين من جنسيات أخرى لتنفيذ مهام قتالية في اليمن. بداية قصة تعاقد محمد بن زايد مع مرتزقة أجانب تعود إلى عام 2007 بحسب وثيقة سربها موقع ويكليكس الأمريكي، حيث ذكرت الوثيقة أن بن زايد لا يثق في الجيش الإماراتي وولائه لآل نهيان، ومنذ ذلك الحين بدأ بإبرام صفقات مع شركات أمنية وعسكرية لتنفيذ أي مهام قتالية وأمنية. يعزز ذلك لجوء مالك شركة بلاك ووتر إيريك برينس إلى أبو ظبي بعد أن باع الشركة، وهرب من الملاحقة القانونية التي كان القضاء الأمريكي يعتزم تحريكها ضد مسؤولي الشركة. إذن سلوك مافيا دولية تقوم به الإمارات هذه المرة في اليمن. ناشطون حقوقيون وقانونيون يطالبون الرئيس هادي بالتوقف عن إطفاء الشرعية على الأعمال الإجرامية للإمارات في اليمن، خاصة بعد صدور تقرير يدين الإمارات بالصوت والصورة والشهود. فإلى متى سيظل اليمن مسرحاً للإرهاب المشرعن والجرائم المسكوت عنها؟ إذا مشاهدينا الكرام، سيكون معنا في هذه الحلقة صحفي والمحلل السياسي أحمد الزرقة، وسينضم معه آخرون في عبر الهاتف في هذه الحلقة. بداية أستاذ أحمد، مساء الخير. أهلا وسهلا. إذا تقرير يحمل معلومات خطيرة مدعمة بالصور والفيديوهات أيضا، إضافة إلى تقارير سابقة تم الحديث فيها عن ما الذي تصنعه الإمارات في اليمن لتكتمل الصورة. ربما كيف قرأت أنت التقرير وما هي الخلاصة التي خرجت بها؟ التقرير يكشف السلوك، لكن بشكل واضح يكشف سلوك الإمارات داخل اليمن، داخل عدن خاصة على وجه التحديد. الجرائم التي كانت تنسب لداعش وللقاعدة ولغيرها بات اليوم
هناك أدلة واضحة أن ورقة الإرهاب تم توظيفها سياسيا من أجل تصفية المعارضين، تصفية الخطباء، عشرات الجرائم التي هي جرائم بحق الإنسانية، جرائم تستوجب الذهاب مباشرة نحو محكمة الجنايات، تستوجب أيضا إعلان وقف التدخل الإماراتي في اليمن. لا أدري ما الذي يؤخر الحكومة، لكن الحكومة هناك صمت كبير جدا على التقرير. التقرير يكشف أيضا السلوك الذي تعتمده أبو ظبي ليس فقط في اليمن، لكن هي ممارسة وانتهاج مارستها في عدد كبير من البلدان. هي تعتمد على المرتزقة الأجانب، وحتى في هناك العديد من التقارير التي تتحدث عن شركات أمنية متخصصة متعاقد معها نظام أبو ظبي، ومهمتها تقوم بالأعمال القذرة، تصفية الشهود، ربما لم يعد كافيا الحديث عن مرتزقة محليين، هناك حديث عن مرتزقة عبري الحدود. هؤلاء يتم توظيفهم من أجل إخفاء الحقيقة وتحميل القوى الموجودة التابعة لأبو ظبي في عدن وفي غيرها من المناطق مسؤولية تلك الجرائم. أو لا، ما معنى أن يمر أكثر من 3 أعوام على اغتيال محافظ عدن وجعفر اللواء جعفر وكذلك الإدريسي وعشرات القادة حتى قادة المقاومة الذين كان لهم صوت مرتفع وكانوا يبحثون عن يعني يريدون تثبيت وجود الدولة بشكل حقيقي في الجنوب؟ لكن ما حدث هي اغتيالات، ويتم الزج بالحديث بشكل متكرر عن إلقاء القبض على خلايا، لكن لم يظهر أحد ولم يقدم أحد للمحاكمة، بل على العكس كان هناك شخصيات أو يعني متورطة في هذه الجرائم، وهي أيضا حظيت بتغطية من القائد العسكري في الإماراتي في عدن، ولاحظنا أنه تم إخفاء العديد من أدوات الجريمة وكذلك يعني إعاقة أي سبل أو أي جهود للتحقيق. كان هناك حديث واضح في تقرير الخبراء عن المرتزقة، عن قيام الإمارات بتمويل أو التعاقد مع جماعات متطرفة، وكما حدث في عدن ويحدث في تعز وغيرها من المناطق. وبالتالي هذه حقائق جميعها تستوجب موقف شعبي وموقف سياسي واضح صريح. بالنسبة لك أنت، يعني كونك إعلامي وللإعلاميين اليمنيين بشكل عام ولليمنيين، يعني انكشاف الستار عن الدور الإماراتي بهذه الصورة ودوره في اغتيال يعني وتصفية العديد من نشطاء وخطباء الجوامع ويعني السياسيين أيضا، ما الذي يعني ذلك؟ هناك حالة من الذهول للأمانة حول مستوى الإجرام، الذي الإجرام المنظم والجريمة المنظمة، الجريمة العابرة للحدود. هذه الممارسات تستوجب بشكل عاجل من الأمم المتحدة ومجلس الأمن بصفته راعي التسوية في اليمن وتشكيل لجنة تحقيق دولية حول تلك الجرائم، وهي دعوة ربما آنت الآن. هناك شهادات قرأناها لعدد من الصحفيين والإعلاميين والناشطين في عدن حول سلسلة الجرائم التي تكشفت، لكن لم يلتقط أحد الخيط. هذا الخيط مهم جدا، سيؤدي إلى كشفه أو الاستمرار في متابعته في وسائل الإعلام والتقصي والقيام بالعديد من الأعمال التحقيقات الاستقصائية، سيكشف أن الإمارات تدير عدن بعقلية المافيا، بعقلية العصابات. هذه مؤشر خطير جدا، ومسلسل الاغتيالات لن ينتهي ولن يتوقف عند من فقدناهم خلال الأشهر الماضية، أكثر من 40 خطيب وسياسي وقادة في المقاومة. هذه أيضا مؤشر خطير على أن الجميع مستهدف في عدن، أي صوت يرتفع ضد الإمارات أو حتى يطالب بالحقوق المدنية سيتم تصفيته واغتياله. المخيف في الوضع هو الانكشاف، انكشاف المواطنين في عدن، انكشاف خطباء المساجد. لا دولة تسأل عنهم، ولا حتى مجتمع دولي، ولا حتى منظمات حقوقية. كنا نتوقع أن يثير هذا التقرير فزع المنظمات الحقوقية، أن نجد حتى الهيومن رايتس، منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات أن تبدأ في البحث عن حقائق حول هذا الموضوع. كان هناك في 2015 كان هناك حديث عن خلايا من المرتزقة، خلية فرنسية وغيرها، وكانت تعمل بدعم وإشراف
التحالف، لكن لم تكن هناك شهادات واضحة أو لم يكن هناك اهتمام. لكن اليوم هناك وثائق حقيقية، هناك شهادات، هناك تقارير، هناك ضحايا. اليوم الضحايا، أهل الضحايا جميعهم يجب مساندتهم، ويجب رفع قضايا وتحريك قضايا أمام محكمة الجنايات الدولية. هذه القصة لا يجب أن تمر مرور الكرام، ولا يجب أيضا أن لا تحظى بحقها. نعرف أن هناك أزمة كبيرة جدا تمر بها دول التحالف، وهي تتعلق باغتيال الصحفي جمال خاشقجي بتلك الطريقة. لكن في اليمن هناك عشرات من أمثال جمال خاشقجي مروا بنفس التصفية والسيناريو، لكن لم يلتفت أحد إليهم. ربما واحد أحد أسباب ضعف هذا الملف والاهتمام به أن الحكومة مرتهنة بالكامل، ولا تستطيع إبداء حتى رسالة احتجاج أو حتى توضيح أو حتى إنكار، وبالتالي هذه مشكلة كبرى تتعلق بالمسؤولية الأخلاقية. يعني ربما الحكومة تكون مرتهنة أستاذ أحمد، ولكن ماذا عن المجتمع الدولي أيضا، يعني الذي وجدنا موقفه مختلف جمال خاشقجي؟ يعني الآن بعد هذا الملف، ألا يفترض يعني الإمارات تستأجر مقاتلين مرتزقة أمريكيين لقتل سياسيين لا شأن لهم، يعني بالحرب خطباء مساجد، فضيحة سياسية وجنائية لها، يفترض أن يكون لها تداعياتها الدولية أيضا. لكل قضية يجب أن يكون هناك مدافعين أو محامين. للأسف الشعب اليمني بلا محامي بلا مدافع، ترك بسهولة لفكي التحالف والميليشيا. القضايا العادلة تحتاج أيضا أشخاص لديهم الشجاعة ولديهم القوة ولديهم أيضا الأدوات. يعني للأسف يدور حد، يعني النقاش يدور داخل اليمن، لا يصل النقاش إلى العالم، لا يصل النقاش إلى المجتمع الدولي، وبالتالي لكن هذه اليوم هي خيوط. أنا أتوقع أو يفترض أن تكون هناك منظمات على الأقل محلية تبدأ بتحريك هذا الملف، ويعني الضغط على المجتمع الدولي، الضغط على المنظمات الإنسانية، الضغط على مجلس الأمن، الضغط أيضا على الحكومة اليمنية لكي تتدخل. يعني لدينا هي مناسبة كانت ما حدث من إرباك للسعودية والإمارات في قضية تورطها في اغتيال معارض سعودي، ربما كان يفترض أن ينعكس هذا الضغط على اليمن. هناك أزمة منسية، هناك ضحايا منسيون، وبالتالي لا يجب أن يترك الضحايا يعني بعيدا عن الدعم والمساندة. لا يجب أيضا أن يمر هذا الموضوع مرور الكرام. يجب على الأحزاب السياسية، هي مناطة وهي أيضا تتحمل مسؤولية كبيرة جدا. لاحظنا أن الاغتيالات، عدد كبير من الاغتيالات طال قيادات في تجمع اليمني للإصلاح، كما أن هناك التحقيق يكشف أن الهدف الرئيسي كان هو قيادات حزب الإصلاح، لكن إلى اليوم لم يصدر أي بيان أو حتى توضيح أو حتى استفسار أو تعليق من أي مسؤول داخل حزب الإصلاح. وهذه أيضا حالة من الاستلاب الكبير الذي تعاني منه الأحزاب السياسية، ربما وجودها في الخارج، ارتهانها في السعودية، بقاءهم تحت القمة الجبرية، أيضا بحثهم عن مراضة للإمارات ومحاولة كسب ود الإمارات يجعلهم لا يريدون خوض صراع أو جدل. لكن في الأخير لا يمكن أن تمر هذه القضية، هناك العديد من الأشخاص قتلوا وتم تصفيتهم بدم بارد، وهناك وثيقة، يعني هناك اعترافات من القتلة أن نحن مارسنا هذه الجرائم بدعم وتمويل، واستهدفنا حتى أسماء الأشخاص. وبالتالي إذا لم تتحرك الأحزاب السياسية والنخبة السياسية، فما الذي من سيدافع عن اليمنيين؟ إذا لم تدافع الأحزاب أيضا عن أعضائها وعن منتسبيها، فمن سيدافع عنهم؟ الحكومة اليوم أمام تحدي كبير جدا. رئيس الحكومة الجديد ملزم أن يخرج للعالم ويوضح ويقول ما الذي يحدث. الإمارات مصابة بارتباك، حتى السكوت هو علامة الرضا. السكوت الإمارات والتحالف عن تلك الجرائم وعدم توضيحه ما يحدث، أو عدم حتى تحريكهم أو قيامهم بملاحقة الشركة التي أو الأشخاص الذين قالوا أنهم نفذوا تلك العمليات، معناه أن هناك صفقات فعلا، وما كشف اليوم ليس إلا رأس جبل الجليد. ما زال هناك الكثير والكثير. لاحظنا في الصور التي نشرت تحرك هؤلاء المرتزقة في عدن بدعم وتمويل وحماية القوات الإماراتية. لاحظنا الصور تجمعهم بقيادات في الدولة، قيادات بمستشار للرئيس
لمحمد بن زايد، وبالتالي هذه دلائل واضحة. لا يمكن الحديث عن أن هناك تزوير أو أن هناك اختراق أو إلى آخره، لكن الكرة الآن في ملعب اليمنيين، في ملعب الحكومة، في ملعب مجلس الأمن. يجب أن يتم الضغط بشكل كبير جدا بهذا الملف. يجب على أهالي الضحايا التوجه مباشرة بحث عن محامين ورفع قضايا جنائية، لأنه في الأخير هذه جرائم لا تسقط بالتقادم. نعم، إذا اسمح لنا أن ننضم أيضا معنا صحفي خطاب الروحاني من كندا. مساء الخير سيد خطاب. مساء النور. أهلا بك. أنا في واشنطن. عفوا، أنا في واشنطن. ها، في واشنطن ليس في كندا، إذا سيتم التعديل. وأود أن أسمع منك قراءتك لهذا التقرير أستاذ خطاب، وما الذي سيضيفه إلى رصيد الانتهاكات الإماراتية في اليمن؟ الحقيقة هذا التقرير يعتبر يعني هدية لأسر الضحايا، لأنه لو لم يكن هناك صحفي شجاع من غير يمني تناول هذا التقرير واستطاع أن يحصل على هذه المعلومات ويقدمها للناس لما حصلنا على أجوبة ما الذي حصل للشباب الذين تم اغتيالهم، لقادة الرأي الذين تم اغتيالهم، لأئمة المساجد، لقيادة الأحزاب السياسية. وهذا التقرير يفترض أن لا يتوقف على فقط نشره في الموقع الأمريكي، يفترض أن تكون هناك خطوات كثيره تتبعها بدايه من الاحزاب السياسيه، وعلى راسها حزب الاصلاح. يعني والله شيء معيب ومؤسف حقيقه ما يجري. حزب الاصلاح الذي يقتل اعضائه مرتين، لم نسمع له حتى الان البيان. هذه فضيحه حقيقه، فضيحه. اذا لم يستطع ان يتكلم فقط، اي يدين يا رجل على الاقل يتكلم، يقول والله عندنا في تقرير حصل في موقع امريكي معروف، حققوا، او يطالب انه تربح، يطالب الحكومه اليمنيه، من كل شيء طالب الامارات اذا كانوا خايفين جدا من الامارات، يطالب الحكومه اليمنيه على الاقل بايضاح، بفتح تحقيق، باصدار بيان على الاقل استنكار. يا اخي انا اقول لك بس يعني اعمل اي بس، ما نتكلم عن شيء منك اكثر من كذا. فليس فقط الاطلاق، انما ايضا الاحزاب السياسيه. يعني حقيقه لم تكن الاحزاب السياسيه، ولم يكن الوضع السياسي بهذا القدر من العري كما نحن عليه الان، هذه حقيقه فضيحه. نعم. مع المجتمع، مع صعيد المجتمع الدولي وتناولاته هنا. نعم، ما هي الاصداء؟ هل وجدت اصداء لهذا التقرير في الاعلام الغربي؟ هناك صدى، هناك اكيد اهتمام اكبر، وبدا الناس يتفاعلون، بل يذهلون ان هناك اصلا مرتزقه امريكان يعملون بهذه الطريقه ويقتلون ال أعداء الإمارات، وهي ليس لهم علاقة لا بالإرهاب ولا إلى ذلك، وكان تقرير واضح في تبيين هذا. بكل تأكيد هنالك ستكون هناك consequences على هذا الموضوع، ولن تموت القصة إلا إذا فعلت الحكومة ما يمكن أن تفعله لكي تميت هذه القصة وهو بالسكوت، وكذلك إذا سكت حزب الإصلاح وسكت أسر الضحايا وسكتت وسائل الإعلام اليمنية. بهذه الطريقة نستطيع أن نقتل هذا التقرير، لكن إذا أردنا أن نتحمل مسؤولية تجاه هذا التقرير الخطير فلا يجب أن نسكت ولا يجب أن يموت، ويجب أن يتحرك الجميع. المجتمع الدولي في النهاية لا يهم حقيقة، لا يهمه حقيقة أن يموت الأشخاص، أن يموت اليمنيين، أو تموت القيادات اليمنية، أو أن تكون هناك، أن يكون هناك مرتزقة يقتلون اليمنيين، لا يهمهم. إلا إذا كان هناك مطالبة، إذا كان هناك مطالبة سواء من أسر الضحايا أو من الحكومة المعنية بالدفاع عن مواطنيها، يمكن أن تستمر القصة وأن تتحول إلى قضايا دولية في المحاكم الدولية وفي المحاكم الأمريكية. هذا التقرير ميزته أنه استطاع أن يحصل على اعترافات مباشرة من المفاعلين، من المجرمين. ما في، أنا بحياتي ما شفت تقرير يمكن أن يقدم هذه التفاصيل. ونحن حقيقة يعني أتفاجأ من أن القيادات السياسية ومن الصحفيين المعروفين أنهم ساكتين. يا أخي كيف يمكن أن تسكت على خبر كهذا، خبر كبير كهذا؟ ونحن حقيقة بارعون في قتل قضايانا، بارعون في إنهاك أنفسنا في مواجهة خصومنا، ونخسر دائما بشكل مستمر. هذه القضية يفترض أن تتحول الآن إلى قضية وطنية، قضية عالمية، أن تأخذها المنظمات الحقوقية اليمنية إلى المحاكم، أن يتطور محامين بالدفاع عن أسر الضحايا. أسر الضحايا يجب أن تشكل أيضا، أن تنظم نفسها في مجموعات بحيث أنها تطالب بمحاسبة القتلة الذين اعترفوا. يا اخي اعترفوا، صار كل شيء جاهز، وعند هذا الصحفي حتى ما يتحدث مع وسائل الاعلام الامريكيه عنده الكثير من الحقائق والفيديوهات. نعم. والتسجيلات التي تثبت بان ما ورد في هذا التقرير صحيح. نعم، اذا ابقى معنا استاذ خطاب، ساعود اليك. برايك استاذ احمد، هل يمكن ان تموت القضيه فعليا؟ يعني
هذا التقرير ربما هو الأكثر وضوحا كما تفضل الأستاذ خطاب، ولكن هناك أيضا تقارير سيئة للغاية، يعني تقرير لجنة العقوبات يعني التي تحدثت عن سجون سرية، عن بشاعة في التعذيب، ولكن ربما يوم أو يومين ظلت وسائل الإعلام تتحدث وانتهى الأمر. هل يمكن أيضا أن تكون هذه مجرد زوبعة وسينتهي الأمر؟ لا يضيع حق وراءهم طالب، هذا هو الأساس في القصة. لدينا جريمة، لدينا شهود، لدينا اعترافات، ما تبقى هو التحركات التي يجب أن تقوم بها منظمة المجتمع المدني، أن تقوم بها الحكومة، أن يقوم بها أهالي الضحايا. أما الحديث عن سلسلة من الانتهاكات، بالتأكيد مشكلة اليمن هي كونها عالقة في الثوب السعودي والإماراتي، وأنها ينظر إليها كجزء من الملف السعودي، وبالتالي هذه كارثة كبرى. اليمن هي دولة، يفترض دولة ذات سيادة ولديها دستور ولديها نيابة عامة ولديها محامي عام ولديها برلمان، وبالتالي لكن هذه الأصوات جميعها غائبة ومغيبة وتعاني من الارتهان الكبير، وهذه كارثة. لكن لا يمكن للحقوق، الحقوق لا تسقط أو الجرائم لا تسقط بالتقادم، ربما اليوم هناك ضعف، هناك وهن، هناك استلاب، لكن هذه ستظل، يعني الحقوق هذه ستظل أو الجرائم هذه ستظل وصمة عار في حق التحالف، في حق المجتمع الدولي، مجلس الأمن، الولايات المتحدة الأمريكية التي تسهلت أو تساهلت كثيرا مع هذا الملف. لاحظنا أن هناك العديد من الانتهاكات التي تمارس ضد اليمنيين، بدءا من السجون والاعتقالات وتفريخ الخلايا الإرهابية، وصولا إلى تجويع اليمنيين، وصولا إلى يعني تسليم اليمن أو تقسيم اليمن بشكل كبير، منعها من منع الحكومة من العمل وتقييد موارد البلاد، وبالتالي هذه جميعها جرائم ضد اليمنيين. الحالة الانقسام يجب أن تنتهي، الانقسام اليمني اليمني يجب أن ينتهي. الاستلاب الكبير، يعني انشغال الأحزاب السياسية بالخلافات الهامشية، الاستهداف الاغتيال هذا لا يستهدف الإصلاح وحده، لكن يستهدف اليمنيين، يستهدف المواطنين بشكل عام، يستهدف الحياة السياسية، يستهدف الوجود اليمني بشكل واضح. السكوت على هذه الجرائم هو سكوت، هو يعتبر جريمة، لا يجب أن تشارك النخب السياسية في تحمل هذه الجريمة وحتى تبييضها. اليوم الرئيس هادي والحكومة ملزمون بحسب القانون، بحسب الدستور، بحسب كل الشرائع أن يدافعوا عن اليمنيين، ولا عليهم أن يرحلوا. ما معنى وجود حكومة ورئاسة إذا لم تهتم بقضايا اليمنيين وتدافع عنهم؟ لكن يجب أيضا تحريك الضغط على الحكومة الأمريكية بشكل واضح. الحكومة الأمريكية، هذه الشركات مسجلة في أمريكا، وهناك قيادة أو شخصيات تمارس عملها خارج إطار الدستور، هي تقوم بجرائم قتل خارج الدستور، خارج القانون، خارج كل شيء. الأدهى من ذلك أن يتم تصوير كل ما يحدث أنه حرب عبثية وأن هناك تنظيمات إرهابية محلية، لا، هناك تنظيم، هناك إرهاب مرعي برعاية دولية، برعاية الإمارات. وبالتالي لاحظنا عندما تم اغتيال الإدريسي، وعندما تم اغتيال خطيب جامعة الصحابة في عدن في 2015، كيف تم نقل هؤلاء القتلة مباشرة إلى مقر التحالف، وتم الإعلان حينها عن إلقاء القبض على خلية، وبعد ذلك تم تسفيرهم وترحيلهم إلى الإمارات، وجلسوا فترة في الإمارات، ومن ثم عادوا بأسماء وصفات. لاحظنا حتى قيادات عسكرية مرتبطة بجرائم اغتيال ناشطين يديروا معسكرات كاملة ولديهم كامل الصلاحيات، يعني وبالتالي هذه الإشكالية الكبرى. لن تنتهي الأزمة اليمنية إذا لم يثور اليمنيون لكرامتهم، للدماء التي تسيل بشكل عبثي بشكل يومي. هذه جريمة مركبة، وهي أيضا تكشف عن ما تحمله الإمارات والتحالف حقيقة. لا يمكن فقط أن نقول أن هذه هي مسؤولية الإمارات، لا، السعودية شريك، نعم، فاعل في هذه الجريمة، هي تقود التحالف وهي من تشرعن لمثل هذه الجرائم. لاحظنا أن السجون التي حتى في اليمن ليست فقط سجون إماراتية، هناك سجون تديرها السعودية في سيئون وفي غيرها من المناطق، وبالتالي هذه مسؤولية كاملة يتحملها التحالف، يتحملها السعودية. السعودية التي تقتل مواطنيها بدم بارد لا تبالي بدماء اليمنيين،
لاحظنا عشرات الجرائم ومئات الجرائم التي يقتل فيها مدنيين بواسطة الغارات الجوية دون أن يفتح أي تحقيق. إلى الآن ثلاث سنوات أو أربع سنوات لم يفتح أي تحقيق، والحديث عن تعويضات شكلية وعن أخطاء، لا توجد أخطاء في هذه حرب ذكية، حرب فيها حرب يعني فيها استخدام أحدث التقنيات، ولاحظنا كيف يتم رصد أبسط التفاصيل، وبالتالي هذه هي جرائم حرب. السعودية والإمارات يجب أن يتوقف عن هذه الجرائم، يجب أيضا أن كان هناك عشرات المنظمات المحلية الحقوقية سكتت جميعها، وهذا مخزي ومعيب، يعني لا يوجد أي استخدام الحقوق وحقوق المواطنين في المكايدة السياسية، هذه جريمة أخرى. نعم، عند هذه النقطة، نعم، مسألة المكايدة السياسية أستاذ أحمد، دعني أعود للأستاذ خطاب. أستاذ خطاب، يعني ما الذي يمكن أن يترتب على هذا التقرير يعني بالنسبة للإمارات، إذا ما وجدنا أن ملف الحقوق بالنسبة للسعودية والإمارات يزداد ثقلا يوما بعد يوم، ولكن للأسف لا يستخدم هذا الملف إلا يعني باهتمامات سياسية معينة للدول، لا نجد من ينصف الضحايا طالما أنها لا تصب في مصلحة سياسة دولة ما. أنا أريد أن أتحدث عن مسارين هنا، المسار الذي ننتظره من النخبة السياسية المترحلة سواء كانت أحزاب سياسية أو من الحكومة، هذا يجب أن يتم الضغط في هذا الاتجاه، وأن نواصل الحديث عن أهمية قيام كل بدوره، وهذا نخليه خط واحد. الخط الثاني هو خط الضحايا، الضحايا والمجتمع المدني، هذا يجب أن يبدأوا الآن يرتبوا أنفسهم ويرفعوا دعاوى قضائية محلية ودولية. يا اخي ابدا ارفع دعوه قضائيه في عدن، ابدا ارفع دعوه قضائيه في معرف في صنعاء، وابدا على الاقل حرك الملف هذا. معك انت الان يعني التقرير مفصل عندي في كثير من التفاصيل، على الاقل طالب النيابه العامه، النيابات التي في عدن وفي صنعاء وفي معرف، ان يتحركوا ويبداوا بالتحقيق، واذا لم تستطع ان تحركه دوليا، المنظمات المحليه اذا تستطيع ان تعمل شراكة مع المنظمات الدولية، وهي متحمسة، كثير من القضايا، كثير من المنظمات الدولية الآن متحمسة أن تساعد اليمنيين، ولكن لم يجدوا الشريك المحلي. الشريك المحلي صار مسيف للأسف الشديد، وصار خائف من التحالف ومن القوى السياسية التي تعتمد عليها فترة من الفترات في تمويله. إذا كنا نحن قادرين على أن نوجد على الأقل منظمات محلية مستقلة تستطيع التشارك مع منظمات دولية للقيام بواجبها دوليا. وبالمناسبة هناك نقطة مهمة، أولاً الإمارات ليست كالسعودية في المجتمع، أمام المجتمع الدولي، الإمارات دائماً تخرج نفسها، تختبئ وراء البنايات الشاهقة في دبي وجمال دبي، وتبين للآخرين أنها بلدة محترمة وبلدة لا تنتهي حقوق الإنسان، أو تحاول ذلك، بينما السعودية يعني وضعها أصعب دولياً، وبالتالي مهما كان ما زالت الإمارات تستطيع الادعاء أنها لا تنتهي حقوق الإنسان وأنها تقوم بالشيء الصحيح في اليمن، وبالتالي لابد ان تستمر الحملات، وهي حملات طبيعيه، حملات يعني ليست حملات تزييف انما حملات واقعيه يمكن ان يستمر بها اسر الضحايا. النقطه الثانيه وهي مهمه ايضا، ان المعدات التي تم استخدامها في هذه العمليه، عمليات الاغتيال كما لاحظنا وكما اوردها التقرير، هي معدات خاصه بمكافحه الارهاب، وهذا من شانه أن يفقد الناس تفقد قوات مكافحة الإرهاب مصداقيتها، وجهود مكافحة الإرهاب مصداقيتها عند اليمنيين، وهذه نقطة مهمة يجب أن نركز عليها. نعم، يجب أن نقول الأمريكان إذا أردتم محاربة الإرهاب ودعم اليمنيين، لابد أن يكون لكم موقف واضح. ما الذي حصل بالضبط؟ لماذا استخدم الإماراتيون هذه المعدات المهمة التي رفضوا، على فكرة رفضوا تزويد السعوديين بها لمحاربة الحوثيين أو للاقتصاد ضد الميليشيات، بينما سمحوا للاماراتيين استخدامها في جرائم حرب، وهي جرائم معروفه، في قتل ناس فقط اختلفوا في الراي مع الامارات، وبعض الاحيان لم يختلفوا في الراي انما سكتوا، وهذه اجابات يجب ان نحصل عليها من قبل الامريكان، يتم الضغط عليها، وهذه ممكنه جدا ويمكن ان تضع. نعم، بالنسبه للضحايا استاذ، نعم، بالنسبة للضحايا، أهالي الضحايا أستاذ خطاب، يعني تحدثت أنه ممكن أن يحركوا الملف، ماذا إذا علمنا بوجود يعني محامين فرنسيين وبريطانيين أيضا تقدموا في النيابة العامة في المحكمة الدولية في لاهاي برفع قضية
في نوفمبر الماضي يعني بشكوى امام يعني بشان استعمال الامارات للمرتزقه في اليمن ومناطق اخرى، هل يمكن ان يفيدهم ذلك خاصه بوجود مثل هذا التقرير الذي كشف الستار تماما؟ وبكل تاكيد هذه القضيه تضاف الى القضايا الاخرى، والامارات لديها يعني قضايا كثيره يمكن ان يتحرك فيها المحامون سواء كان محليين او دوليين، لكن بطبيعه الحال اذا لم يتحرك اهل الضحايا واذا لم يتحرك المعنيون ستكون القضايا التي مقدمه في المحاكم عباره عن قضايا ثانويه وليس قضايا رئيسيه. سينهك المحامون يوم من الايام، خصوصا اذا وجدوا انفسهم امام جيش من محامي الدفاع الذين يمكن ان تنصبهم الامارات ولديهم القوه والمال والتاثير في فعل ذلك. لكن يجب ان يتم توحيد الجهود، يجب ان نشرك اهل الضحايا هم المعنيون الرئيسيون وكذلك النخبه. انا لا اعول كثيرا عن النخبه، ولكن اعول على ان تهتم اسر الضحايا بابنائها. نعم، اذا شكرا جزيلا لك الصحفي خطاب الروحاني، كنت معنا عبر الهاتف من واشنطن. اعود اليك استاذ احمد. استاذ احمد، لو فتحنا موضوع ملف مكافحه الارهاب الذي كان هو الشماعه الجاهزه او يعني التهمه المبرره لهذه الجرائم، يعني كما تابعنا تصريحات احد القتلة الماجورين قال بانهم ارهابيين بحسب ما قيل له في الملف المقدم، هل يمكن ان تكون هذه التهمه مبرره يعني مبرر جاهز امام المجتمع الدولي؟ ومن يحق له ان يصنف ان هذا ارهابي او هذا لا وبالتالي يقوم بتصفيته؟ في نظر الامارات كل الاصوات المعارضه هي اصوات ارهابيه، خطباء المساجد ارهابيين، مدرسين مدراء المدارس هم ارهابيين، الناشطين ارهابيين، قاده المقاومه هم ارهابيين، وبالتالي هي الاستخدام السياسي لتوصيف الارهاب يتم استخدامه بكل وقاحه وكل جراه في اليمن من قبل الامارات والتحالف بشكل واضح. هذه إشكالية تتعلق أيضا بالتوصيفات وترك المسميات بدون ضبط أو المصطلحات بدون ضبط، لكن في الأخير هناك الإرهابي الحقيقي هو الذي يغتال الناس والذي يوجه أسلحته ويجند المرتزقة لقتل خصومه. هناك في اليمن حياة سياسية، الإصلاح جزء من الحياة السياسية، حزب سياسي، لكن محاولة وصم هذا الحزب بأنه حزب إرهابي هي جريمة لن ينجو منها أحد. أي صوت سيرتفع سيقال أنه إخواني، أنه إصلاحي، أنه معارض، وبالتالي هناك التحرك يجب أن يكون واضح في أن هذه أن هناك توظيف سياسي لملف الإرهاب وأن هناك تحالف بين الإمارات والجماعات الإرهابية كما هو واضح وكما قال ذكر ذلك بوضوح وبدون مواربة تقرير لجنة الخبراء في قبل نحو شهرين من اليوم. وهذا هو أيضا هذه واحدة من المستندات أو الوثائق الهامة التي يجب أيضا أن لا تغيب وأن يجب أن ترفع تشملها ملفات الدعوة. لكن هناك نقطة مهمة يجب الانتباه إليها ويجب العمل على كي لا يفلت القتلة من الجريمة. بالتأكيد أن السعودية والإمارات كنظاما سياسيا يتحمل المسؤولية، لكن هناك قادة للجماعات الإرهابية، هناك كل قادة التحالف العاملين في اليمن متورطون ويجب أن تذكر أسماءهم ويجب أن ترفق هذه الأسماء ضمن أي لائحة أو عريضة اتهامات بأسماء هؤلاء الضباط الذين عملوا في اليمن وأداروا السجون السرية وأداروا المعسكرات التابعة للتحالف. وبالتالي هناك لابد أن تكون قائمة وقائمة عار، قائمة سوداء، قائمة تحمل هؤلاء القادة المسؤولية، لأنه لا يمكن الحديث عن أن التحالف أو الإمارات بشكل فضفاض، لا، يجب أن يتم تسمية الأسماء بمسمياتها، محمد بن زايد، محمد بن سلمان، بقية القيادات العسكرية في وقيادات التحالف في اليمن، هؤلاء يجب جميعهم متورطون، يجب أن تنالهم الدعوة مباشرة بشكل مباشر بدلا من البحث عن يعني التوهان أو حتى محاولة تجميل أسماء القتلة أو صفاتهم أو حتى جعل الأمور معلقة على الهواء. هذه أدوات الجريمة واضحة، هناك شركاء محليين في الجريمة، أنا يتم استخدامهم بشكل كبير جدا، الميليشيات التي يتم محاولة نسب كل جرائم الاغتيالات يتم محاولة نسبها للحزام الأمني أو لأطراف أخرى أو أشخاص آخرين، لكن
هناك حالة من التحريض الكبير الذي يمارس أيضا أعضاء أو قيادة المجلس الانتقالي، سواء عيدروس الزبيدي أو حتى هاني بن بريك أو حتى غيرهم. هناك أيضا مسؤولية مباشرة على من يدير الملف الأمني في عدن، هناك مدير أمن عدن، هناك أيضا وزير الداخلية يتحمل مسؤولية سكوته وعدم يعني القيام بإجراء تحقيق. هناك أيضا مسؤولية تتحملها الحكومة اليمنية، يتحملها الرئيس هادي، يتحملها نائب الرئيس، حول لماذا لم يتم تحريك هذه القضايا، لماذا لم يتم البحث حولها. وزير العدل يجب أن يتحرك، رئيس المحكمة العليا والنائب العام، وبالتالي هؤلاء جميعهم سيكونوا شركاء في هذه الجريمة. التاريخ لن يرحم أحد، وبالتالي هؤلاء كل من تورط يجب أن يحاسب، لكن يجب أن يتم تسمية أسماء القتلة بشكل واضح ومحدد. نعم، هناك مطالبات بتعليق نشاط الإمارات في اليمن، هل تتوقع أستاذ أحمد يعني ثقل الملف الحقوقي ضد الإمارات وما تصنعه في اليمن أن تثمر مثل هذه المطالبات؟ في حال وجود إرادة حقيقية وضغط حقيقي، نحن نتحدث عن ضغط معناه تشكيل لجان حقوقية أو قانونية والبدء بعملية المقاضاة، بالتالي لا يمكن أن تستمر الجرائم ضد اليمن ترتكب بلا حدود وبلا حساب وبلا وأن يفلت المجرمون من العقاب. هناك أطماع واضحة للإمارات وللسعودية في اليمن، هناك اليمن تحول أو حول اليمن إلى مجرد مستنقع، إلى مجرد مكان لاستعراض القدرات، لتعطيل حياة شعب كامل تحت مسميات وهمية مساعدة اليمنيين. من جاء لمساعدة اليمنيين اليوم يقتلهم، اليوم يتقاسم الجريمة هو والميليشيا الحوثي، ويعني ما يحدث في عدن هو لا يقل بشاعة عن ما يحدث في صنعاء. المدنيين اليمنيين الذين يتركوا بدون حماية، بدون دعم، بدون مساندة، هذه مشكلة كبرى يجب أن تتوقف. لكن لا يمكن الحديث عن أي تعليق لجهود الإمارات والحكومة اليمنية مرتهنة بالكامل. يعني الرئيس هادي هو يتحمل مسؤولية، هو قال أنا من جلبت التحالف عليه أن من هو من يخرج التحالف بشكل أو بآخر، لكن أن يترك الموضوع للتداول الإعلامي بعيدا عن أي إحساس بالمسؤولية أو هذه، يعني إلى الآن حتى صوت حقوقي لم نجد صوت حقوقي. وجدنا حتى ربما كان الصحفيين هم الأكثر شجاعة، وجدنا شهادات كتبت من قبل صحفيين حول جرائم وحول استهدافات، لكن كأننا نؤذن في ملطة. هذه مسؤولية الدولة ومسؤولية الحكومة ومسؤولية الرئيس هادي. هل عدم الحديث عن هذا الموضوع ربما يعني إرادة لعدم فتح الملف أكثر وعدم أخذ التجاذبات؟ يعني أنت تحدثت أن حتى الإمارات لم تعلق على ما يحدث، حتى لم تنفي التهمة ولم تثبتها بأي صورة أخرى، حتى تمر المسألة بسلام وتنسى كما نسيت ما قبلها. هذه الجرائم لن تنسى، شاء أم أبو سيأتي الوقت الذي ستوضع كل الأوراق فوق الطاولة. اليوم محاولة الرشاوى التي تبذل للمنظمات للدول لن تستمر. يعني في الأخير جرائم مثل هذه لا يمكن تغطيتها. ما يحدث من سجل الانتهاكات هذه حقوق للمواطنين، حقوق لأهالي الضحايا، لن يتم السكوت عنها. ما يحدث اليوم، كلما خرجت الإمارات أو تعتقد الإمارات والسعودية أنهم نجوا من ملف معين فتح ملف آخر، حجم الانتهاكات حجم مريع ومخيف ولا يمكن تغطيته. لا يمكن تغطية عين الشمس بمنخال، لا يمكن للأعمال التجميلية ومحاولة أن تغطي. الضمير العالمي سيستيقظ يوما ما وسيكتشف حجم البشاعة. تلك الدول الطارئة التي تدير علاقاتها بعقلية المافيا وعقلية رجال العصابات لن تستمر إلى الأبد. يعني كم بإمكانهم أن يقتلوا يمنيين، كم بإمكانهم أن يقتلوا، كم بإمكانهم أن يصفوا، لكن في الأخير هناك شعب كبير، شعب سيقوم سيصمد. في الأخير هذه الدماء ستتحول إلى لعنة وستشنقهم، مثلما شنقت أو مثلما حملت دماء خاشقجي وهو صحفي أو هو فرد معين، بالتأكيد آلاف الضحايا سيخنقوا وسيشنقوا هؤلاء المجرمين. واستضعاف اليمنيين واستضعاف اليمن هي حالة لن تستمر طويلا. شاهدنا تم استضعاف العديد من الشعوب، لكنها في الأخير انتصرت الشعوب لإرادتها وذهب القتلة جميعا إلى محكمة الجنايات الدولية. هناك تغيرات في المصالح وهناك خلافات وهناك تحولات ستحدث. اليمن جزء من التحولات وستصبح جزء منها، ولكن
المشكلة الكبرى تتعلق هي أيضا في كيف يدير اليمنيين مشاكلهم، في كيف يمكن لمسؤول حكومي رئيس دولة وزير أن ينام ودماء الشهداء ودماء الضحايا بهذه القسوة. هؤلاء سيذهبوا، باعتقادي أن هؤلاء هم شركاء في لقادة الإمارات والسعودية في الجرائم، وربما هم جريمة مضاعفة أكثر لأنهم لم يقولوا حتى كلمة حق، لم يرفضوا نهائيا. اليوم نحن لدينا رئيس حكومة جديد، نتمنى أن يعلق على هذه الحادثة، نتمنى أن يكون أن نسمع صوت ولا حتى صوت مغاير داخل الحكومة اليمنية أن يقول فعلا هناك جرائم يعني ويحتج. ما يلاحظ أنه يعني مجرد أن يظهر أي صوت مغاير ولو قليلا يعني يتم إبعاده أو عن المشهد بصورة أو بأخرى، وبالتالي كم سيبعدوا يعني في الأخير؟ هذه هي أزمة ضمير وأزمة أخلاق. الموضوع هو ضد الجريمة، إما أن تكون مع الجريمة أو ضدها، لا مكان لأنصاف الحلول. لا يمكن أن تستمر الحكومة في التبرير لجرائم التحالف، لجرائم الإمارات، لا يمكن التستر، لا يمكن الاكتفاء بتحويل اليمن إلى سلة للمهملات، سلة للقاذورات التي ترمي بها تحالف اليمنيين، لا يمكن أن تتحول اليمن إلى ساحة فقط للتصفية وقتل اليمنيين بلا حساب، كل روح تزهق هي بأهمية بمكان أن يقف العالم ضد هذه الممارسات تمارس ضد اليمنيين. لكن يعول على الأصوات أن تستمر، وأن كل صوت مهم في هذه مثل هذه القضايا، كل صوت ولو كان صغيرا، كل حقيقة، كل إجراء ولو صغير، كرة الثلج ستكبر. من كان يتحدث قبل سنوات عن جرائم التحالف، عن الغارات، عن لم يكن هناك أحد، لكن اليوم بات هناك انكشاف واضح لهذا. لكن للأسف يعني ما يلاحظ أيضا أنه لا يتم الحديث عن هذه الخروقات يعني في مجال حقوق الإنسان إلا للضغط سياسيا على الدولة. يعني نعلم مدى ثقل الملفات الحقوقية لدى هاتين الدولتين، ولكن نجد أنه يعني مجرد ابتزازات سياسية أو حتى مالية، يعني أصبح الأمر مكشوفا وواضحا، وبالتالي يعني هناك من يخشى أن تضيع دماء الضحايا في ظل كل هذه المصالح السياسية لهذه الدول. لا يمكن أن تضيع الدماء، يعني لاحظنا الشعوب تعرضت للكثير من الانتهاكات لكن وقفت وسقط الجميع القتلة. التحالفات هذه تتبدل وهي صفة عامة، اليمن أو المنطقة هي في طور إعادة التشكيل، يعني هناك الدول الطارئة ستنتهي. لا، باعتقادي أن الضغط الإعلامي والحقوقي الكبير من شأنه أن يلفت العالم اليوم أو غدا لأصوات الضحايا. لاحظنا أن هناك استنفار ربما كبير وإن بدون فاعلية كبرى في مجلس حقوق الإنسان، في المنظمات الأممية، في حتى نقاشات مجلس الأمن حول جرائم التحالف. اليوم حتى الشركاء الغربيين للسعودية والإمارات لم يعودوا يستطيعوا تحمل العبء الأخلاقي والعبء السياسي لمثل هذه الجرائم، وبالتالي هي مسألة وقت. لكن هو المشكلة الكبرى أن كل الجرائم يجب أن توثق، كل الأشخاص الذي تورطوا يجب أن تسجل أسمائهم، ويجب أن تجهز ملفات جنائية ضد هؤلاء وملاحقة. في الأخير سيصحو اليمنيون ذات يوم، وقد انتهى التحالف وقد ذهب جميع المتورطون. هناك جرائم يعتقدون أن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. باعتقادي أن الظلم لن يستمر طويلا، الأصوات أو الانتهاكات الصغيرة ستظهر للجلاء. اليمنيين المقهورون اليوم بالتأكيد أن أصواتهم ستسمع، وسيكتشف العالم بدأ بشاعة الإمارات وبدأ بشاعة السعودية. باعتقادي هناك هذه الانتهاكات اللي في اليمن ستسلط الضوء أيضا على الانتهاكات اللي تنتهك أو ترتكب ضد المواطنين أبناء تلك الدول سواء في السعودية أو الإمارات. هناك ملف حقوقي سيء، ولاحظنا أنه السجل الأسود للإمارات والسعودية بدأ الناس يتحدثوا عن حالة الاختفاء، حالة الإخفاء القسري، حالة الاغتيال، حالة التصفية، وبالتالي هذه ربما ما يحدث من ضغط في قضايا أخرى سيثمر في اليمن. قضية خاشقجي ستنعكس بالتأكيد على الملف اليمني. هذه التحقيقات، وجود مثل هذه التحقيقات ستثمر في المدى الطويل عن ملفات جنائية جاهزة لملاحقة القتلة، ولن ينجو. باعتقادي أن الإمارات دخلت اليمن وتورطت فيه بشكل سياسي وشكل أخلاقي كبير، و
كلفة هذه الورطة ستكون مكلفة بشكل كبير. نعم، إذن شكرا جزيلا لك صحفي المحلل السياسي أحمد الزرقا، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. نلتقيكم في مساء يمني جديد في الأسبوع المقبل. كونوا برعاية الله.